إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة الإسلامية يجب أن تكون مصبوغة برضا الله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة المسلم كلها يجب أن تكون لله عز وجل، حتى في دنياه التي فيها يكتسب، فواجب عليه أن يحتسب، والاكتساب لا ينافي الاحتساب. وهذا يلزمه استصحاب النية الخالصة لله تبارك وتعالى في سائر القول والعمل، من العبد لربه تبارك اسمه وجلت قدرته. ومن أعظم هذه الأعمال التي يتقرب بها العباد الصالحون إلى ربهم تبارك اسمه وجلت قدرته الدعاء. الدعاء كما يروى في بعض الأخبار، وإن كان في إسنادها شيء من القيل، لكنها معنى حسن جميل، أنه سلاح المؤمن. سلاح المؤمن الذي به يتوجه إلى ربه، وبه يقوي نفسه، وبه يثبت أمام عدوه وشيطانه. فالدعاء أصل من أصول العقيدة، حتى ألف فيه بعض المعاصرين كتاباً في مئات الصفحات بعنوان الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية. ولا يزال أهل العلم يصنفون مصنفات مستقلة في الدعاء، منها تصنيف الإمام الطبراني، ومنها تصنيف الإمام المحاملي، ومنها تصنيف الإمام البيهقي، ومنها تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من قبل ومن بعد. وما هذا إلا لأهمية الدعاء ومكانته ومنزلته. وموضوعنا أيها الإخوة في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله جزء من أصل كبير، فليس هو متعلقا بشروط الدعاء أو آدابه، وليس هو متعلقاً أيضاً بأصناف الأدعية وأنواعها، ومنها الكم الكثير. ففي أدعية الأنبياء الواردة في القرآن شيء كثير، وفي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام شيء كثير، وفي أدعية الصحابة رضي الله عنهم شيء كثير.
فبهداه مقتده، نقتدي ولا نبتدي، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا التأصيل العلمي المنقول عن أئمة العلم والدين جملة وتفصيلا. موضوعنا جزء من أصل، وهو ما يتعلق بالآثار التي يجب على المسلم أن يضع عينه وقلبه نحوها إثر دعائه ربه تبارك وتعالى. فالدعاء فيما قسمه أهل العلم دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء خاص يطلب فيه العبد حاجته من ربه، وهذه الحاجة قد تكون من خير الدنيا وخير الآخرة. وأما دعاء العبادة فهو أشمل وأكمل، لأنه يستوعب الأعمال الصالحة كلها والأذكار المشروعة جميعها، فهو أشمل من الأول. وإن ذكر أهل العلم أنهما متلازمان وأنهما لا يفترقان، فحتى دعاء المسألة الذي هو جزء من دعاء العبادة فإنما يتعبد به العبد ربه تبارك وتعالى ويسأله ويحقق معنى من معاني عبوديته لربه في دعائه لخالقه ومولاه جل في علاه وعظم في عالي سماه. والله عز وجل يقول في كتابه: وادعوه مخلصين له الدين. ويقول تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالإخلاص والتضرع في الدعاء وموافقة السنة أعظم الأصول التي يجب أن يستصحبها المؤمن التقي النقي في دعائه، حتى يرجو تلكم الآثار الطيبات المباركات التي يمنحها الله تعالى لعباده الصالحين جزاءً وفاقاً، جزاء دعائهم وتضرعهم وإخلاصهم وتسننهم فيما هم مقبلون به على رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف عنه السوء. فالعبد المضطر إذا دعا ربه فإنما يدعو إلها عظيما يجيب هذا العبد المضطر: إن ربي لسميع الدعاء. وسميع هنا إضافة لإثبات صفة السمع لله فيها معنى الاستجابة، كما نقول في صلاتنا: سمع الله لمن حمده، أي سمع واستجاب جل في علاه وعظم في عالي سماه. وتلكم الآثار التي يرتجيها العبد من ربه نتيجة دعائه كثيرة، تشمل النفس والآخرين والمجتمع كله. من ذلك أن فيها امتثالا للأمر الذي أمر الله تعالى به عباده، وقاعدة الشرع امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه فصلا كبيرا في بيان
أيهما أعظم، امتثال الأمر أم اجتناب النهي؟ فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل أمرنا بأن ندعوه، فهذا أمر من الله يجب أن نمتثله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهو أمر من أوامر شتى استوعبت حياتك يا عبد الله كلها، واستغرقت أعمالك وأقوالك، استوعبت ظاهرك وباطنك حتى تكون وحدة واحدة، ليس هنالك مفاصلة أو مباينة بين الظاهر والباطن. لذلك كان في وصف الدعاء الذي هو في الأصل قول اللسان أن يكون هذا الدعاء بالتضرع: ادعوا ربكم تضرعا، والتضرع عمل القلب. فمن يدعو ربه ويلهج بدعاء مولاه فإنما يستجيب للأمر. قال ربكم ادعوني، فهذا أثر يجب استحضاره، لأنه من أصل الوجود أو أسباب الوجود التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ومنها كذلك، أعني هذه الآثار، أن في الدعاء تحريرا للنفس من أمراضها ونجاة لها من أدوائها وأوبئتها، كما في الآية نفسها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعو ربه ينفي عن نفسه هذا التكبر والاستكبار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالداعي لربه يعرف قدر نفسه بالضعف والخور والحاجة والفاقة والفقر والذلة والمسكنة، ويعرف ربه بالعظمة والكمال والجمال والجلال والقيومية وسائر الصفات العلى والأسماء الحسنى. فأي أثر أعظم من إصلاح هذا الباطن ومن تطهيره من تلكم الأدواء ومن هاتيك الأمراض التي تفتك بالباطن لتنعكس على الظاهر سوءا وبلاء. ومن المقرر أن الأصل في الظاهر والباطن أن يكونا متلازمين، فهذا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقف أمام المسلمين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويقول لهم: سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فجعل اختلاف الظاهر دليلا على اختلاف الباطن، حتى آتاه الله تعالى في ذلك معجزة خاصة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أراكم من وراء ظهري. العينان لا تريان إلا في الأمام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمامه وعيناه متجهتان إلى القبلة فهو يراهم من وراء ظهره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك أيضا من آثار الدعاء أن فيه تحقيقا للعبادة التي هي الغاية من خلق الخلق أجمعين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق
وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. وأما لفظ مخ العبادة فلا يصح، وإن كان مخ الشيء أساسه فإن جعل الدعاء هو العبادة أعظم من أن يكون الدعاء مخها، لأن الشيء يستوعب المخ والأساس وزيادة. وهذا يذكرنا بكلمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله عندما قال في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. فنحن في استغناء بما صح لنا وعندنا من تصحيحات أئمتنا رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين، غنية عن أن نسلك مسالك القوم الذين يريدون الحديث الضعيف والموضوع بل التي لا أصل لها وهم بها جاهلون. بل إننا كأننا نتدرب في كل ركعة من صلواتنا آناء الليل وأطراف النهار لتحقيق هذا المعنى، وذلك قولنا في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فنعبد الله بأفعالنا، ونعبد الله تبارك وتعالى بألسنتنا، بدعائنا، بذكرنا ربنا، بخضوعنا وخشوعنا، بسجودنا وركوعنا. فالدعاء وتطبيقه يحقق معنى عظيما وأساسا قويا من أسس العبادة التي لم يخلق الله الخلق إلا من أجلها، ولم ينزل الكتب إلا من أجلها، ولم يرسل الأنبياء والرسل إلا من أجلها. وكذلك أيضا فإن فيها تحقيقا لما يحبه الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. فإن الله يحب أن يسأل. ففي دعائك لخالقك وسؤالك لمولاك تحقيقا لما يحبه الله عز وجل. وإذا حققت ما يحبه الله فنرجو أن تكون ونكون ممن قال فيهم رب العالمين: يحبهم ويحبونه. ولا نرتضي أن نكون من الذين تولوا حتى لا يستبدلنا الله جل في علاه، وإنما نريد أن نكون على وفق ما يحبه الله ويرضاه حتى يحبنا ربنا ويرضى عنا. وكذلك أيضا لا شك ولا ريب أن هذه المحبة صفة لله عز وجل على مراده، وذلك يستلزم منها رضا الله. ولا نقول إن المحبة هي الرضا، ولكننا نقول المحبة صفة والرضا صفة، كما قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولما كان الدعاء إصلاحا للباطن وعنوانا للظاهر وأساسا للخشية والتضرع، كان ذلك علامة من علامات رضا الله تبارك وتعالى على عباده. حتى قال الشاعر: بل أهم من ذلك، ومنه أخذ الشاعر، قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وعكس الغضب لا شك ولا ريب
هو الرضا. فنحن نثبت غضب الله على أعدائه كما نثبت رضا الله على أوليائه، كل ذلك على المعنى اللائق بجلاله وكماله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى قال الشاعر وكأنه يأخذ ذلك من هذا الحديث وأشباهه وأمثاله، قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله عز وجل إذا لم يسأله عباده فإنهم يعرضون أنفسهم لغضبه وسخطه وللبعد عن رضاه ومحبته. وأي شر أعظم أن يكون الإنسان في هذه الحياة التي مهما طالت فهي قصيرة، ومهما زينت فهي قبيحة، ومهما امتدت فهي قصيرة، وهو يعيش هذه الحياة على قصرها وقباحتها بسخط من الله تبارك وتعالى، وفي سخط منه جل في علاه وعظم في عالي سماه. كذلك أيها الإخوة، من آثار الدعاء أن فيه قوة للمؤمن ودفعا لعجزه وضعفه، وهذا أمر يسعى إليه المؤمن، وكيف لا يكون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي باب الدعاء وآثاره على قوة العبد ودفعه لعجزه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الجزء الوحيد من البدن الذي لا يتعب هو اللسان، لو تكلمت ساعات طوالا لا يتعب اللسان، قد تتعب الأعضاء الأخرى بسبب الكلام والجهد والبذل، لكن اللسان لا يتعب، إما يأكل وإما يشرب وإما يتكلم وإما يلوك الطعام ويجتر، إما يتكلم بالطاعة وإما يتكلم بالمعصية، إما يدعو ربه فيكون من الموحدين، وإما يدعو غير الله فيكون من المشركين، من الضالين، من المبتدعين، والعياذ بالله تعالى. فالعاجز من عجز عن أن يكون داعيا لله عز وجل وداعيا الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فإذا كان هذا العجز موجودا فيك فلتدفعه بالدعاء، ولا تكن ذا خور وضعف، ويكون خورك وضعفك هذا موصولا بعجزك عن الدعاء الذي هو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أنواع العجز، وذلك بصيغة أفعل التفضيل الواردة في الحديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وهذا كله داخل في المعنيين، في الدعاء، لأنك عندما تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الله عليه قائلا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه صيغة الماضي لكنها بمعنى الدعاء.
أو أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي الصيغة الأفضل والمثلى في الدعاء، فإن ذلك يكون مجتمعا فيه الأمران، الدعاء والسلام. وإذ قد ذكرنا هذا ولو استطرادا، فهنالك حديث عزيز شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. لما روى الإمام ابن حبان هذا الحديث في صحيحه قال: ففي هذا دليل على أن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة هم أهل الحديث. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرب لا لنطرد. والآية الكريمة التي صدرنا بها القول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تتضمن معنى آخر، وهو من معاني وآثار الدعاء، وهو استجابة العبد لربه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجابة العبد للرب تتضمن استجابة الرب للعبد، وذلك من آثار الدعاء العظيمة. فالرب عز وجل عندما يستجيب لعبده كأنما هذا نوع من الجزاء لعبده الذي استجاب له بالطاعة عموما وبالدعاء خصوصا. والله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. كأن هذا شرط، والشرط في نفسه يتضمن أثرا، وهذا من أعجب العجب، سبحان الله. فالرب عز وجل يستجيب لعبده في دعائه، وهذا من آثار الدعاء أيضا على العبد في نفسه وفي الآخرين. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي رواية ثانية: وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فعلى كل الحالات وعلى جميع المقامات أنت في دعائك يستجيب لك ربك، لكن على وفق ما يريد، إما أن يستجيب لك، وإما أن يدفع عنك من البلاء بمثل ما دعوه، وإما أن يدخرها لك عنده يوم القيامة. أي آثار أعظم من هذه الآثار التي يمتد فضلها ويتسع نورها ليصل إلى الآخرة ولا يقف عند هذه الدنيا المحدودة المعدودة بأيامها وساعاتها وأنفاسها، وهي إلى زوال وإلى اضمحلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وأيضا من آثار الدعاء أنه يدفع البلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت إذا أصابك بلاء أو خشيت أن يصيبك بلاء فلتلهج بالدعاء لمولاك وخالقك وإلهك ومعبودك جل في علاه وعظم في عالي سماه، فإن ذلك سبيل قد يكون فيه رد لهذا البلاء
الذي ابتليت به وأصابك بأسبابه. أيضا من آثار الدعاء أنه طريق الأنبياء وسمتهم، فقد ذكر الله تعالى في كتابه عن أنبيائه وهم خلص عباده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا بما عند الله من رضاه وجنته، ورهبا مما عنده من سخطه وناره. والله عز وجل يقول في كتابه فبهداه مقتده، فنحن نقتدي بالأنبياء ونقتدي بسيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي علمنا الأذكار والأدعية الشاملة لمناحي الحياة كلها، أدعية في سوقك، أدعية في مسجدك، أدعية في طعامك، أدعية عند خلائك، أدعية في قيامك، أدعية في جلوسك، أدعية تستوعب الحياة كلها لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والتفسير الصحيح لهذه الآية هو أن الذكر يستولي على العبد في سائر حالاته وفي جميع مقاماته، فإذا كان قائما فإن للقيام بأصنافه وأنواعه أدعية، هنالك دعاء الدخول إلى المسجد، وهنالك دعاء دخول السوق، وإذا كان قاعدا هنالك دعاء الطعام، وهنالك دعاء التخلي، وإذا كان نائما وعلى جنبه هنالك أدعية النوم وأذكار المساء إلى غير ذلك. والمعنى الآخر أن ذكر الله بحسب الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يذكر الله عز وجل على من قيام فليذكره من قعود، ومن لم يستطع أن يذكره من قعود فليذكره وهو على جنبه. أما من يفسر الآية كبعض الفرق والطوائف التي تذكر ربها بالقفز والرقص والحلق، فهذا تفسير ما أنزل الله به من سلطان، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والصحابة كما يقول قيس بن عباد وهو تابعي جليل أن الصحابة كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث، فذكر منها الدعاء. يستحبون الصمت أي الإخفاء بالصوت، والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذكروا الله كأنما على رؤوسهم الطير. وعندما تكلم ابن الحاج في كتاب المدخل عن الذكر والدعاء ورفع الصوت به قال وسمعت مشايخنا يقولون من قضى وقته برفع الصوت بالذكر والدعاء فأوفق له أن يقضيه بالبطالة خير من أن يقضيه بالجهر ورفع الصوت. فالعبد عندما يقتدي بهؤلاء الأنبياء الذين دعوا ربهم رغبا ورهبا إنما يقتدي بالقدوة الماثلة والأسوة الكاملة، ومقدمهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أيها الإخوة من آثار الدعاء أنه سبب لحصول المودة وطريق لإقامة المحبة بين المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
ويقول الله عز وجل بهذا الخصوص: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود الذي يدعو به العبد ربه لإخوانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الإيمان. لولا وجود هذا الود وهذا الحب لما دعا الأخ إلى أخيه، وبهذا الدعاء يتعاظم هذا الحب ويكبر هذا الود حتى تكون له جذوره، وحتى تكون له إن شاء الله ثماره. وأيضا من آثار الدعاء أنه من أسباب نصر المؤمنين على الكافرين، لأن العباد الصالحين إذا نصروا الله فإن الله وعد ووعده الحق أن ينصرهم، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي يدعو ربه ممتثلا للأمر جالبا للرضا دافعا للسخط والغضب مقيما للعبادة محققا للمحبة في نفسه ولربه ومقيما للمودة بينه وبين إخوانه، لا شك أن في هذا أعظم نصرة لله. والله عز وجل ذكر لنا في كتابه مثلا حيا في هذا المعنى، فقال في فئة من عباده الصالحين: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء المؤمنين في ساعة العسرة وفي لحظة المواجهة، فماذا قال الله لهم وفيهم؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهزموهم بإذن الله، وذلك بعد الدعاء الذي هو مفتاح التضرع والإخبات والقنوت والصدق والحب والقوة. كانت الهزيمة وكانت الخسارة، وكانت للمؤمنين القوة والعزة والعلو. أيضا في باب الدعاء أيضا أيها الإخوة تحقيق وإظهار واستمداد لمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته. فالذي يدعو ربه ويلح بالدعاء إليه ويلهج بالدعاء بجلاله، لولا أنه يعرف ربه ويعلم صفاته ويدرك معاني أسمائه لما كان منه هذا الدعاء، ولما كان منه هذا الخضوع، ولما نعى الله على الكافرين كفرهم ماذا قال؟ وما عرفوا الله حق قدره، وما عرفوا وما قدروا الله حق قدره. فهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقه عليهم في أسمائه وفي صفاته جل في علاه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله من معانيه ترك دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، وعدم التفكر بمعانيها والتملي بمضامينها وآثارها على النفس والمجتمع. هذا كله أيها الإخوة من آثار الدعاء في النفس وفي المجتمع. ولا شك ولا ريب أن من استحضر هذه المعاني كلها في دعائه، في سجوده، في ركوعه، في قيامه، في سوقه، في متجره، في مسجده، في مدرسته، في أي مركز وموطن
يكون فيه لا شك ولا ريب أن له الحياة الطيبة في هذه الدنيا، كما قال رب العالمين في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، تكون حياته طيبة لأنه طيب نفسه بدعاء ربه، واستقام على جادة شرعه، والتزم بأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. وليست هذه الحياة الطيبة مقصورة على هذه الدنيا، بل إنها ممتدة ومستمرة ومتواصلة، لينال العبد من طاعة ربه ما هو خير من طيب حياته في دنياه، كما قال تعالى في الآية نفسها: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ليس فقط جزاء وفاقا بمثل، بل بأحسن وخير مما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يدفع عنا وعنكم الظلم والردى، وأن يجعلنا ذاكرين ربنا سبحانه في علاه بالسنة والإخلاص والتضرع، لننال شيئا من هذه الآثار كلا أو بعضا، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة يقول: ما حكم الدعاء بعد الانتهاء من الفريضة ولو كان هذا الدعاء مفردا، وهل ورد شيء في السنة من هذا الأمر؟ الذي ورد في السنة المشرفة بالنسبة للدعاء نوعان: نوع قبل السلام، وهو الدعاء الاستعاذة بالله من أربع، وهو معروف، وأن تدعو بما شاء الله لك أن تدعو من خير الدنيا والآخرة. وورد الدعاء أيضا بعد التسليم، ولكنه دعاء عبادة موصول بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أدعية لكنها منصوصة ومنقولة ومأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاء مسألة بعد السلام، بعد السلام دبر الصلاة، فلم يصح ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. فاتخاذ بعض الناس هذا عادة وديدنا لا شك أنه من محدثات الأمور، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم لماذا نغفل عن الدعاء في السجود؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقمين أن يستجيب الله له، أي جدير أن يستجيب الله له بخير الدنيا والآخرة. ادعو ربك بالرزق، ادعو ربك بالنجاح، ادعو ربك بالسعادة، ادعو ربك بالشفاء، ادعو ربك بالثبات وحسن الختام وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة في سجودك. هذا يغفل عنه الكثيرون. وهذا يذكرنا وللأسف بكلمة التابعي الجليل حسان بن عطية القائل: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فنرى الناس
أحدثوا الدعاء بعد السلام فخالفوا السنة ولم يطبقوها في الدعاء في السجود، لم يطبقوها في الدعاء قبل السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لم يكن يجلس بعد السلام إلا بمقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن لو أن أحدا دون التزام ودون تكرار ودون اعتقاد أن هذا السنة وجد دافعا له في صدره أن يدعو ربه، ودون ما تخصيص ودون ما تواصل، فلا ننكر ذلك، إنما ننكره إذا اتخذه ديدنا واستمر عليه طريقة، فهذا لا شك ولا ريب من محدثات الأمور. يقول له السائل: كيف يفقه المسلم معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وما أثر هذا الفقه لها في دعائه خصوصا وحياته عموما؟ عندما يدعو العبد ربه فإنه يتوسل بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى في هذا الدعاء. هذه فاتحة الكتاب. عندما نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا ماذا؟ كل هذا أسماء لله عز وجل. عندما نستحضر أن هذا الإله يستحق الحمد وهو رب للعالمين أجمعين، وهو رحمن ورحيم، رحمن لعباده في الآخرة ورحيم للخلائق جميعا كلا بحسبه في الدنيا، وهو لا يملك الدنيا فقط بل مالك الدنيا والدين، هذه معاني تستحضرها لتعمق صلتك بربك في هذا الدعاء. ومن آداب الدعاء كما في آيات كثيرة أن يختم بأسماء الله وصفاته التي توافق الدعاء. فمثلا هل يحسن لأحد أنه إذا دعا أن يقول اللهم ارحمني فإنك شديد العقاب؟ وإن كان الله عز وجل شديد العقاب، لكن أسماء الله عز وجل التي فيها الرحمة تلتقي تماما وتتواءم جدا مع طلب المغفرة والرحمة. كما لو قلنا اللهم انتقم من أعدائك فإنك غفور رحيم، أيضا لا يلتقي، وإن كان الغفور والرحيم من أسمائه سبحانه ودالين على صفاته سبحانه وتعالى. فذكر أسماء الله عز وجل يكون الدعاء بها، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مثلا، أو يكون بذكرها فإنك رؤوف رحيم، فإنك حليم غفور، وهكذا بما يناسب الدعاء الذي يدعو به العبد ربه. يقول الأخ: ما الاسم الذي إذا دعيت به ربك لا يرد دعاءك؟ هو الاسم الأعظم، والاسم الأعظم على أرجح الأقوال هو لفظ الجلالة الله، لذلك لا يوصف بهذا الاسم ولا يسمى بهذا الاسم أحد، بينما قد نصف المخلوق بأنه سميع، ونصف الخالق بأنه سميع، نصف المخلوق بأنه رحيم، ونصف الخالق بأنه رحيم، وإن كان السمع والرحمة وغير ذلك أو البصر يليق بضعف المخلوق كما ذلك يليق بعظمة الخالق، لكن لفظ الجلالة الله لا يجوز أن يوصف به أحد من خلقه في أي صورة كانت. وهذا قول معتبر عند أهل العلم، وبعضهم يقول هو الله الحي القيوم، لكن إذا نظرنا وتأملنا نرى أن جملة الله الحي القيوم تتضمن لفظ الجلالة، فهي القاسم بين الروايات المتعددة التي وردت في اسم الله الأعظم.
الأخ يقول: هل هنالك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ وهل المعنى واحد؟ نقول: المعنى ليس واحدا، ولا شك ولا ريب أن ثمة فرقا بين التوحيد والعقيدة، فكل توحيد عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا. فالتوحيد متعلق بالرب العظيم جل في علاه، توحيده بذاته وأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد، توحيده بربوبيته، توحيده باتباعنا نبيه عليه الصلاة والسلام. فأما وكذلك توحيده بألوهيته وإقامة العبودية الخالصة له جل وعلا، وهذا مذكور، هذه أقسام التوحيد مذكورة في فاتحة الكتاب، ومذكورة في سورة الناس، وكأن هذا المعنى في أقسام التوحيد يستوعب ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس. بينما إذا قلنا العقيدة، العقيدة ما تنعقد عليها القلوب من غيبيات وردت في كتاب الله أو سنة رسوله، عندما نقول الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالجن أو الإيمان بالقدر أو الإيمان بأشراط الساعة، هذا كله من العقيدة، لكن هل هو من التوحيد؟ ليس هو من التوحيد الاصطلاحي الذي اختص به رب العالمين بعبوديته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نقول: قد يكون سببا إذا كان ثمة مماطلة، وإذا كان ثمة احتيال وإعراض عن السداد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه. فأما من نوى السداد وجد فيه وسعى إليه، فنرجو أن يكون ذلك سببا لاستجابة الدعاء. وكيف لا يكون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهو يدعو بسداد الدين أو ما في هذا المعنى، فكيف يكون الدين مانعا من قبول الاستجابة؟ لكنه قد يكون مانعا إذا كان معه كما قلنا مطل ولي ومماطلة وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم. هنالك أسئلة مكررة سبق الإجابة عنها، بعض الإخوة يسألون أيضا عن الاسم الأعظم أجبنا، بعض الإخوة يسألون عن الدعاء بعد الفريضة أجبنا. الأخ يقول: لو أن أحدا يسأل ربه كل مرة أن يوفقه للعلم وأن يرزقه الهمة، ولكن هو لا يغير من نفسه ويحاول ويفشل مرة ويستمر مرة، فهل لا يغير الله ما بهذا حتى يغير هو، أم أنه من الممكن أن يتفضل الله عليه فيغير ما فيه من كسل وصفات قبيحة أخرى إذا هو ألح بالدعاء؟ الإلحاح بالدعاء مطلوب كما أن تغيير النفس مطلوب، فليستجيب لي، كأنه يقول فليستجيب لي حتى أستجيب لهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إنسان يريد أن يسافر إلى الإمارات ويركب طائرة لندن، هل يستقيم ويقول اللهم أوصل للإمارات؟ لابد من الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، بأن تنفض عن نفسك غبار الكسل، وأن تعلم أن هذا الدعاء عبادة بنفسه، فكيف بآثاره ونتائجه؟ وأنك بإعراضك عن النشاط والهمة الذي أنت تطلب ربك فيه تسيء لنفسك وتسيء لهذا الدعاء الذي تلح فيه بغير فعل وبغير
استقامة على أمر الله عز وجل. الأخ يقول: هل هنالك أدعية يتنزه الله عنها كالأدعية الدنيوية التافهة؟ أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما يأتون فيعتدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء فسره أهل العلم بشيئين اثنين: الشيء الأول الجهر به، كما ذكر ابن كثير في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكذلك فسر الحديث شراح الحديث بذكر التفاصيل التافهة أو التي لا قيمة لها في دعاء العبد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الجوامع من الدعاء. فأما التفاصيل كما ورد في السؤال التوافه، فاسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي التافه منها الذي لا قيمة له ولا قدر له. فلا شك ولا ريب أن هذا قد يكون من الاعتداء في الدعاء، الذي هو بدوره من عدم أو من أسباب عدم قبول الدعاء. الأخ سأل يقول: هل يجوز أن يقول الداعي في دعائه أرجو ربي أو أرجو يا ربي؟ نقول يجوز، لأن الرجاء من أعمال القلوب، وبالتالي إذا وافق ما في القلب ما في اللسان في الدعاء والذكر لا شك ولا ريب أنه خير، فهذا لا شك ولا ريب أنه يجوز، والله تعالى أعلم. الأخ يقول يسأل عن دعاء النوم: بسمك اللهم وضعت جنبي إلى آخره، قال: هل يجوز هذا الدعاء وهو جالس؟ نقول: السنة أن تقوله عند وضعك جنبك بنص الحديث: بسمك اللهم وضعت جنبي. فالأصل أن يكون فيه التزام بالصفة والكيفية واللفظ الوارد كله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول: ماذا يفعل المستمع لخطبة الجمعة إذا دعا الإمام؟ الأصل أن دعاء الإمام أساساً غير وارد، ولم يكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يستغفر في آخر الخطبة الأولى. هذا ورد في صحيح ابن حبان أن النبي عليه السلام استغفر في آخر خطبته، وكان إذا استغفر يرفع أصبعاً واحدة عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما هذه الأدعية التي بعض الناس يجعلونها كنموذج واحد لا يتغير من أول السنة إلى آخرها، فهذا لا شك ولا ريب يعني غير شرعي، وبالتالي لا يوافق الإمام أو الخطيب على دعائه من قبل المأمومين، هذا ليس من السنة، ومتابعته أيضا ليست من السنة. يقول السائل: ما معنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هو الاهتمام والشدة في الأمر. فإذا إنسان جد واهتم واشتد في أمره ولكن ذلك لم يوافق ما عند الله، فإن ذلك لا ينفعه وإن ذلك لا يفيده، كما ورد في ذلك الشعر العربي القديم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فماذا؟ فأول ما يقضي عليه اجتهاده وجده لا ينفعه إذا لم يكن من الله عون له. وكذلك لا ينفع ذا الجد منك الجد
أي بجده وبنشاطه وباهتمامه إذا لم يوافق ذلك توفيقا من الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حالات في الدعاء في رفع اليدين. الحالة الأولى أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه أو أن يمدهما جميعا، ومدهما جميعا يكون عند التضرع والابتهال، كما قال ابن عباس: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن ترفع يديك جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى كان يظهر بياض إبطيه، أي موقع البياض، مش البياض يعني أن النبي كان يلبس لباسا واسعا يظهر منه بياض الإبطيه، لا، ولكن موضع البياض. أما ما يفعله الناس اليوم من أنهم يجمعون اليدين على الوجه هكذا أو على طرف البطن أو أدنى الصدر، فكل ذلك ليس من السنة في شيء، والله تعالى أعلم. يقول أخو السائل: كيف يستثمر المسلم يوم الجمعة خصوصا في تحقيق عبودية الدعاء، وما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء؟ الدعاء في يوم الجمعة أو أعمال المسلم في يوم الجمعة غير صلاة الجمعة يعني ثلاثة: أولها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ومنها قراءة سورة الكهف، ومنها الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. إن يوم الجمعة 12 ساعة، ما يوافق ذلك عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهي آخر ساعة. بعض الناس يقول هي ساعة صعود الإمام إلى المنبر، لكن الحديث في ذلك فيه وفيه، وإن صححه بعض العلم ضعفه آخرون، وأما هذا الحديث فهو أقوى، وهو قول الأكثر من أهل العلم أنه آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء ببعض الأدعية الواردة في القرآن كما جاء ذلك على لسان نبي الله سليمان: رب هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي؟ يجوز كل شيء إلا هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكيف ندعو بهذا الدعاء؟ لكن لو كان دعاء آخر من الأدعية النبوية التي تجوز للنبي وغيره فهذا لا إشكال، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول الأدعية في سجوده، نصوص القرآن كان يتأولها، أي يذكرها على سبيل أنها دعاء وليس على سبيل أنها قرآن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يستحب الدعاء بعد الأذان وهل هو وقت استجابة؟ نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فهو ليس فقط بعد الأذان بل هو مستوعب لما بين الأذان والإقامة. الأخ يقول: هل يجوز الدعاء بلفظ إن شاء الله أو إن شاء الله أو إن شاء يا رب كما هو لفظ السؤال؟ نقول: لا يجوز، لأن هذا فيه تشكيك وفيه استثناء، والله لا مكره له، فأنت أدعو الله باليقين بالجزم، والله عز وجل هو المعطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. حتى من رأى من نفسه
أن أعماله ضعيفة وقليلة وضئيلة لا يستحق بها الفردوس الأعلى من الجنة، فليطبق هذا الحديث فرحمة الله كبيرة ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. الله عز وجل يريد منا أن نستجيب له وأن نخضع له وأن نذل له، لا أن نتكبر ونتجبر ونتعاظم ونستعلي. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن كأن العمل على قيمته، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال شيخ الإسلام: الباء هنا الباء السببية ليست الباء الثمنية، فليس العمل ثمنا لدخول الجنة ولكنه سبب لدخول الجنة، كأنه جواز سفر فقط، لكن الله عز وجل يريد منا الذل والخضوع والتضرع والإقبال والإخبات وعدم التكبر والتجبر، ويلزم من ذلك ولا بد العمل والعبادة والطاعة والاستقامة لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخ وزادكم علما إن شاء الله. أقول: هذا لا يجوز. ثم السؤال بعد ذلك: طهور إن شاء الله، هذا من باب الترجي، وهو فيه نص خاص، يعني جزء من الذكر أن تقول طهور إن شاء الله، فليس هو دعاء محضا، وإنما هو دعاء متضمن ذكرا بالنص، فطالما أنه جاءنا بالنص فنحن نتعبد الله بالنص، فلا يعكر هذا على ذاك، والله تعالى أعلم. نعم، سؤال، أنا ما عرفت الخط. يقول: يعني هذا السؤال في غير موضوع الدعاء، وإن كان أوله متعلقا بالدعاء وقد وقع فيه خطأ، فبينا الخطأ وعرضنا عما ليس متعلقا بالأسئلة. يقول السائل: ورد في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهل يشرع الإنسان أن يداوم على هذا الدعاء بين كل أذان وإقامة؟ لأن البعض ادعى أن المداومة على هذا بدعة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، هل هذا صحيح؟ نقول: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا قول من النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول مستغرق لكل الأفعال ولكل ما يندرج تحت هذا القول. هل ورد تخصيص أن هذا الدعاء لا يرد بالأذان الإقامة يوما تارة ويوما لا، أو افعل مرة ومرة لا تفعل؟ أنا أقول: من عود نفسه بالدعاء بين الأذان والإقامة في الحقيقة هذا يعني عبودية عظيمة خاصة، سبحان الله، ودعوى أن ذلك بدعة، كيف يكون بدعة وهو سنة؟ فمن أقوى الدلالات قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الفعل فأنا لا أستحضر في هذه الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص أدعية معينة أو نقل عنه أدعية معينة أنه كان يفعل ويترك في مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل ذكر بسم الله في القيام والقعود وفي جميع الحركات الإنسان هل هذا من السنة؟ نقول: ليس من السنة، إذا ورد بسم الله في موضع تقوله، إذا لم ترد في موقع فلا تقولها، كأي ذكر من الأذكار، كلمة بسم الله ذكر، فحيث ورد هذا الذكر نقوله، حيث لم يرد لا نقوله. أما أن نستوعب بهذا الذكر
سائر الأعمال والأفعال، هذا يؤدينا إلى أن نخالف السنة في بعض الأدعية وبعض الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها ذكر بسم الله. هل كل الأدعية والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات الإنسان وحالاته فيها بسم الله؟ ليس كذلك. ونكرر، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ونحن إن شاء الله مع السؤال الأخير. كثير من الأسئلة حول رفع اليدين، لكن هذا سؤال دقيق نوعا ما. يقول: متى يرفع يده في الدعاء ومتى لا يرفع؟ الذي ورد برفع اليدين ثلاث صور: دعاء الاستسقاء الأصلي أو العارض، ودعاء القنوت، ودعاء المسألة. ودعاء المسألة غير مقيد بزمان أو مكان، ممكن إنسان في وسط النهار، في أوله، في آخره، في أي لحظة من اللحظات يرفع يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة الذي هو متعلق بالأذكار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا دخول المسجد، الخروج من المسجد، دعاء السوق، فهذا لم يرد فيه رفع لليدين. إذن ما ورد فيه الرفع في اليدين لا يخرج عن ثلاث صور: إما دعاء المسألة، أو دعاء الاستسقاء سواء كان أصليا أو طارئا، أو دعاء القنوت. أما الأدعية الأخرى وهي المقيدة في الغالب بزمان ومكان سوى ما ذكر، فهذه لا يسن فيها رفع الأيدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وأن يحسن ختامنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.